الحالة الجوية المتوقعة خلال فعاليات اليوم الوطني من يوم الخميس وحتى يوم الاثنين، ونبدأها من جنوب غرب المملكة، حيث يتوقع بمشيئة الله حدوث اضطرابات جوية على مرتفعات جازان وعسير والباحة والطائف وصولا إلى مكة المكرمة، مما يؤدي إلى تشكل السحب، وهنالك فرص لزخات من الأمطار التي قد تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بالبرق والرعد. بالتالي وبحسب هذه الحالة الجوية سوف نكون بحاجة إلى مظلة ومعطف خفيف في هذه المناطق عند حضور الفعاليات الخارجية الخاصة باليوم الوطني السعودي، خاصة في الساعات ما بعد الظهر والعصر. أما في الرياض وجدة وباقي المناطق من المملكة فمتوقع أن تكون الأجواء حارة في معظم المناطق خلال ساعات النهار وتميل للحرارة في ساعات الليل. لحضور الفعاليات الخارجية الخاصة باليوم الوطني السعودي خلال ساعات النهار، نريد أن ننبه من التعرض المباشر لأشعة الشمس، بالإضافة للتأكيد على ضرورة شرب كميات كافية من المياه خلال ساعات النهار، والملابس الصيفية الخفيفة ستكون مناسبة جداً لهذه الأجواء نهاراً وليلاً. ابقوا معنا لمتابعة كافة التفاصيل خلال فعاليات اليوم الوطني السعودي بالتزامن مع بدء فصل الخريف فلكياً، وكل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنتم بخير، نحلم ونحقق.